حسبي الله عليها نفس الديزاينات بالضبط. لا تظلمينها، يمكن توارد خواطر. أي توارد خواطر؟ هذه بوقع. توارد خواطر عزيزة. وين توارد خواطر؟ هذول نفسهم بالضبط، يعني لو أنا مفكرة بالديزاينات هم ما يطلعون كذي. إنزين، لنفرض أنها بايقة الأفكار، شلون وصلت لها؟ دفتر السكتشات، تذكرون؟ كنا قاعد ندور عليه من فترة. إي صح صح، بس هو شلون وصل لها؟ هذا اللي لازم نعرفه الحين، الحين نعرفه. شلون راح نعرفه؟ أكيد إيها ما راح تيجي تقول إي أنا اللي بوقت الدفتر. عزيزة، شو مرة نقولك حطي كاميرات؟ أنت ليش تدزي؟ تبيني أكسر إيدك ولا أكسر هذا فوق راسك؟ بس ما داعي نفكر يعني بانفعال وعصبية، خلونا نهدى شوي ونفكر كذي على رواق.